بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد من سلسلة فيديوهات ميتالوجيكال ديسكشنز. فيديو النهاردة هيكون مختصر وبسيط، هنوضح فيه الفرق بين الدروينج اللي هي البي اف دي والبي اند اي دي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن انواع الدرونجز، قلنا في درونج اسمها بي اند اي دي اللي هي البايبنج اند انسترومنتيشن ديجرامز، والبي اف دي اللي هي البروسيس فلو ديجرامز. حبينا بس نوضح الفرق بينهم بكل بساطة. طبعا كنا في اخر فيديوهات اتكلمنا عن البايبنج والبايبنج ايزومتريك، واتفقنا ان شاء الله ان احنا هنستكمل فيديوهات خاصة بالبايبنج مور ديتيلز، في حاجات ما كناش اتكلمنا عنها نتكلم عنها ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. فيديو النهاردة ده هنوضح بس الفرق بين البي اف دي والبي اند اي دي. البي اند اي دي طبعا كنا اتكلمنا عنه في الفيديوهات السابقة، اللي حابب يرجع ليها في الفيديوهات موجودة على القناة. بيقول لي ان هو البي اف دي اللي هي البروسيس فلو ديجرام، والبي ام اي دي اللي هي البايبنج انسترومنتيشن ديجرام، دي كيميكال انجينيرنج درونجز مهمه جدا في عمليه البروسيس والبايبنج والميكانيكال والانسترومنت انجينيرز، المهندسين الميكانيكال والبايبنج والديزاينرز، تمام، في البلانت سواء بروسيس او باور بلانتس. الدرونج دي مهمه جدا انها بتعمل كونفي للرايت اماونت اوف بروسيس انفورميشن، بتديني بالمعلومات الهامه عن البروسيس اللي بنحتاجها اثناء مراحل الانجينيرنج ديزاين والبروكيرمنت والكونستراكشن والكوميشننج فيزز، تمام. اول حاجه البي اف دي اللي هي البروسيس فلو ديجرامز، ده ديجرام مبسط بيكون بسيط جدا ما فيهوش ديتيل زي البي ام اي دي، تمام. بيحتوي على الميجر كومبوننت في السيستم، تمام، وبيوضح لي الميجر اكويبمنت، تمام، وما فيهوش ديتيلز زي ما قلنا. الديجرامز ده بيوضح لي الفلو للكيميكال فلويد والاكويبمنتس اللي هي متضمنه في البروسيس، تمام، و doesn't show ما فيهوش ان ماينور كومبوننت زي البريشر تمبريتشر والانسترومنتيشن اللي احنا بنشوفها في البي ام اي دي، تمام، والبايبنج سيستم زي كنترول لوبس اوف باي باس لاينز والفنتس والدرينز، تمام. ده سامبل لي البي اف دي بكل بساطه، شايفين هنا الاكويبمنتس والبايبنج اللي بينها والفلو اتجاه الفلو، مش موضح ديتيلز اكتر من كده غير البي ام اي دي، تمام. بيقول لي البي ام اي دي ده بيدين اوفر فيو للكيميكال بلانت بروسيس، تمام، هو سمبليفايد فيرجن من البي ام اي دي. البروسيس انجينير مسؤول عن الديزايننج للبي اف دي، تمام، يبقى دي مسؤوليه مين؟ البروسيس انجينير، لانه اوير بالبروسيس نفسها والكيميكال، تمام، بيعتمد على الكيميكال بروسيس و بيعتمد الكيميكال بروسيس والثيرموداينامكس بروبرتيز للفلو، تمام، بتوضح لي الفلو للبروسيس والاكويبمنت، تمام، عشان باخد فكره عامه عن البروسيس كمجمل. يعني بيشتمل على المين اكويبمنت والمين بروسيس بايبنج والكونكشن بينهم، تمام، والميجر باي باس والريسيركليشن ستريمز، تمام. البروسيس فلو ديجرام ده ما بيشتملش على البايب كلاس، البايب لاين نمبر رقم اللاين بتاع البايبنج، ما فيهوش انسترومنتيشن زي ما قلنا البروسيس كنترول انسترومنتيشن، ما فيش ان ماينور باي باس لاينز، الايزوليشن شوت فالفز، المينتيننس فينتس ودرينز، والريليف فلانج والسيفتي فالفز زي ما قلنا في الشارت، تمام. هنا بيقول لي البايبنج انستروميشن ديجرام بي اند اي دي، ده احنا قلنا ده بيشتغل على مور ديتيلز عن بي اف دي، فيه الميجور وماينر ديتيلز للكيميكال بروسيس، تمام، بيوضح لي الميجور اكويبمنت والبايبنج ديتيلز في البايب لاين نمبر والسايز والريتنج والانزوليشن، كل ده بيبقى واضح عليه، تمام. في ديتيلز خاص بالانسترومنتيشن بريشر تمبريتشر فلو انسترومنتيشن كنترول فالف، وبرده في الراوتنج للبايبنج، تمام. والبي ان اي دي بيلعب دور مهم جدا في الايه، في الدوكمنت اللي خاصه للبايبنج انجينير بغرض ايه، الماتيريال بريكومنت، يبقى عارف ان هو البايبنج انجينير البريكومنت بتاعته ايه اللي هيحتاجه كماتيريال، وبيقرر البايبنج راوتنج، تمام. ده سامبل للبي ان اي دي، تمام. شايفين هنا في ديتيلز، هنا رقم البايب لاين، لو في انزوليشن بيوضح في انزوليشن اكويبمنت رقم الاكويبمنت، البايبنج اللي دخل عليه الميجر والماينر، وبيوضح لي الفينتس والدرين زي ما قلنا، و بيبقى مور ديتيل وفي تفاصيل اكتر. ونخلي بالنا هنا دايما بي ام اي دي مثلا بيجي جنب اكويبمنت او حاجه معينه، او هنا عندي مثلا بيكتب لي نوت كذا، في عندي في البي ام اي دي كده في جنرال نوتس لازم اقراها كويس جدا. وان شاء الله هيبقى في فيديو منفصل كده بي اند اي دي
هنجيبه ونشرح ازاي نقرأه ونجيب ايزومتريك وريليتد للبياند اي دي ده. تمام، البياند اي دي ده بيشتمل على الميكانيكال اكويبمنت بالنيمز والنمبرز، البايب نمبرز ماتيريال انزوليشن، الانسترومنتيشن زي ما قلنا، فلوميتر بقى والتمبريتشر جيج بريشر جيج وهكذا بارقامها كلها. تمام، الكنترول لوبس، اليوتيليتي لاينز والفينتس والدرينز، السبير كوبنس والكونكتد بايبنج اللي بينها، الايزوليشن والشات اوف فالفز، المسنين اللي هو الفينتس والدرين والسبيشال فيتنج والثامبلنج لاين والريديوسرز. ما بيشتملش على ايه بقى؟ يعني ما بنشوفش فيه الايكوبمنت ريتنج والكباسيتي، ما فيهوش الايكوبمنت ريتنج والكباسيتي. تمام، البرايمري المانيوال سويتشز والانديكيتنج لاين، برايمري انسترومنت تيوبنج اند فالفز، الالبوز والستاندرد فيتنج. تمام، ما بيظهرش معانا في البي ام اي دي. بيقول لي في حد البي اف دي والبي ام دي دول بيوضح لي فلو اوف ماتيريال نورمالي، بيقول لي البي ام اي دي ده مور ديتيلد عن البي اف دي زي ما قلنا. تمام، البي ام اي دي ده بيقول لي ايه هنا؟ في جنرال نوتس زي ما احنا قلنا بتساعد الديتيلد انجينيرنج اثناء الانجينيرنج والاريكشن والكوميشن في حاله الاريكشن تركيب والكوميشننج فيز. تمام، في جريد انفورميشن كان بي ريبريزنت ان سمبل ديجرام، انفورميشن اباوت ذا بايبنج ريبريزنت انكلودنج البايب سايز زي ما قلنا، البايب ماتيريال اوف كونستراكشن، الانزوليشن، السبيسيفيكيشنز بتاعت البايبنج. تمام، اللوكيشن بتاع الفالفز، البامبس المضخات بتاعتي، الفالفز بانواعها. تمام، الفلترز والسترينرز. تمام، كلها بتبقى واضحه عندي على البي ام اي دي. تمام، الانسترومنتيشن زي ما احنا قلنا بتلعب از ديسبلايد، بتظهر يوزنج ستاندردايز سيمبلز، السيمبلز بتاعها اند ليبلنج تمثل البروسيس سينسنج اند كنترول اليمنت، بتشتمل على ده البريشر جيج والبريشر ترانسميترز الانالايزر تمبريتشر اليمنت. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنوا فيديو جديد ان شاء الله، هتكون فيديوهات قيمة بإذن الله. اللي لسه ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب. شكرا.